السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. كان عندي نعم في البيت عندنا قطط من الشارع يعني وكده بتبهدل البيت، فعايز لو احنا مثلا سلمناها او كده ولا ده حرام؟ ممكن تبعدوها عن مكانكم في الطريقة اللي نعملها في الفلاحين، تضعين تعرف الشوال الخيش؟ ضعيها في شوال الخيش واحملوها إلى أي مكان بعيد، لأن القطط تعرف كيف ترجع، أما إذا كانت مغماة فلا تعرف طريق الرجوع، ما في سوق السمك ولا في أي مكان. خلاص الله يكرمك.